دعا قائد التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة وجهيا على كل من السوري رامز السيد وزوجته سلام شكر والعامل باليونيفيل هاني مطر وغيابيا على طنوس الجلاد بجرم التعامل مع العدو. وفي تفاصيل تحقيق مع الموقوفين تبين أن رامز السيد وزوجته سلام تعاملوا مع العدو الإسرائيلي بواسطة طنوس الجلاد الموجود في إسرائيل، وأقدموا على مراقبة شخصيات دينية ومدنية ورسمية وأماكن سكنهم، وزودوا طنوس الجلاد وهو عميل للموساد بكل المعلومات تمهيدا لتنفيذ أعمال أمنية ضدهم، وخصوصا عن الشيخين ماهر حمود أمين عام اتحاد علماء المقاومة وصهيب حبلي لجهة تحركاتهما وأوقاتهما والسيارات التي يستعملانها وعدد المرافقين وأرسلها إلى طنوس الجلاد مع توصية باغتيالهما. كذلك جمع رامز السيد معلومات أمنية عن النائب أسامة سعد واللواء عباس إبراهيم والموكب الذي يرافقه لدى مروره في صيدا وموقع الجيش اللبناني بتلك المنطقة تمهيدا للقيام بعمليات اغتيال بحقهم. وبناء على المعلومات طلب ماهر طنوس من رامز السيد المباشرة بالعملية وليستهدف الاغتيال الأول الشيخ ماهر حمود، كما اتصل رامز السيد بهاني مطر العامل في اليونيفيل ليساعده على دخول إسرائيل حيث كان من المقرر أن يلتقي ضباطا في الموساد.